ما قدرت كمله كتير يعني، حضرت شوي ايه حضرت يعتبر بس. توثيقي هذا النوع؟ لا طبعا، لا لا في اخطاء كتير يعني. جماعة كبوا 8 مليون مدري قد ايه. الانتاج مذهل حقيقة، الانتاج مذهل مذهل، وانا برأيي هي تسجل لشركة الصباح بطريقة يعني ممتازة، ولكن العناصر الثانية للأسف لا. ما بدي خوض بهذا الحديث، بس ما انه توثيقي ما بتعتبره لا لا طبعا لا لا، في مشاكل توثيقية كثير يعني كانت يعني، حتى في انا سمعت انه في ناس حكيت على مشاكل توثيقية، إضافة للفكرة اللي عاملينها ب انا الحقيقة اللي هي ما حبيتها ابدا، اللي هي قصة شكري الوتلي الحقيقة ما حبيتها ابدا ابدا، وما ضروري يشبهه يا اخي الشخصي، ما ضروري ان يشبهه، نشتغل استخدموا ذكاء اصطناعي، ما ضروري ما ضروري يطلع يشبهه يعني، مين قال ضروري انه تجيب نفسه شكر الوتلي ليش لا تجيب نفسه؟ هو حرام الممثل حتى فقد ملامحه، فقد ملامحه الممثل اصلا، لا يناسب لا يناسب الشخصيه لكونه قصير وكذا، ده كان طويل وكان جسي وكان، فما بعرف هاي مشكله بوجهه، خلينا ساكتين ما بدنا نحكي.